طالع دلوقتي على معرض في مدينة ثيرسك في نورث يوركشير في انجلترا، وهصور لكم ان شاء الله اللي بيحصل هناك. اشوفكم هناك. انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. معرض للجيتار في مدينة ثيرسك في شمال انجلترا. دفعت الفلوس، ختم. دي كروت بتتملي وبيتعمل عليها سحب، ممكن الواحد يكسب جوائز. شكرا. يا ترى ايه الجوائز؟ بدل ديستورشن، وفي مجموعة من الأوتار. هايل. المعرض صغير، مش في مدينة كبيرة، ولكن في ما يكفي ان احنا نتكلم عنه. بالنسبة للجيتارات، دي شوية جيتارات لقطة كده لقيتها في الأول. جيتار سكواير من فندر، 68 جنيه استرليني بس، يعني حوالي 1250 مصري أو 1300 جنيه مصري. ده جيتار جوردون سميث، جيتار جيبسون 595 جنيه استرليني، قديم طبعا مستعمل، ولكن الجيبسون اللي هو الفي شيب. بصراحة أنا مش من هواة النوع ده قوي، ولكن هو جيبسون أولا وأخيرا. اتنين همبكرز، ده تيليكاستر، فندر تيليكاستر بس سكواير طبعا جديد، 8245 استرليني. وده جيبسون طبعا. هواة التركيب، في مايكات بتتباع لوحدها، وفي اجسام جيتار بتتباع لوحدها، بتاخد الجسم من دول وتركب المايكات عليه وتركب الاسلاك من جوه، وبعدين بتشتري المسطرة وتركب المسطرة عليه. طبعا بتختار المسطرة بالستايل اللي انت عاوزه، والمفاتيح بانواع المفاتيح اللي انت عاوزها. طبعا جيتار بيز، جيتار ليد، واديك شايف الفتحة اللي هي في المسطرة دي اللي بتركب فيها العمود، البار الحديد اللي بيبقى جوه الجيتار الالكتريك، مسطرة الجيتار الالكتريك سواء بيز او جيتار. وطبعا انت بتختار نوع الخشب اللي بيبقى في المسطرة، 835 استرليني يعني حوالي 700 جنيه. طبعا في ناس كتيرة بتبقى خبيرة في الموضوع ده، يعرف بالظبط هو عايز ايه وبيجي يشتريها. طبعا بيختبر استقامتها وبيختبر جودة التصنيع بتاعها، الفريتس بتاعتها متركبة كويس ولا لا. ده جيتار مخصوص للمعرض ب 750 استرليني، اعتقد ده لمصنع محلي. في عرف الجيتارات ده مش تمنه غالي، ولكن لما بيبقى هاند ميد طبعا ده بيفرق تمنه جامد جدا. يعني جيبسون ليس بول التقليدي، حالته ممتازة طبعا، وشايفين حتى كمان الحروف اللي على المسطرة، ولكن ده مش جيبسون، ده تقليد الجيبسون من توكاي. توكاي ده جيتار مشهور جدا، جيتار ياباني، وتمنه مش رخيص برضو، وصناعته طبعا احنا كلنا عارفين الصناعة الياباني عاملة ايه. ادي جيتار توكاي تاني، يعني لا يقل عن الجيبسون. جيتارات كتيرة متنوعة طبعا. دي بقى ركن اخواننا بتوع الجاز، بيحبوا الجيتارات اللي هي بتبقى فيها جزء صوتي، يعني فيها علبة صوتية برضو، بيسموها الاس هول جيتار، في فتحة على شكل حرف اس. ده جيتار هوفنر، وفي جيبسون بيبقى الحرف اللي هي العلامة اللي فيه عاملة زي الكمانجة ديت، دي فتحة في الجسم بتاع الجيتار، وبيبقى الجسم الجيتار جزء مصمت وجزء مفتوح. طبعا بتوع الجاز بيفضلوا يعزفوا بيه. دي جيتارات كلها قديمة، ده جيتار طلع موضة في السبعينات، الراس المسطرة بتاعته حديد. وده جيتار جيبسون 1964، في جيتار 2004، في جيتار جلد 1961، ده جيتار ستراتوكاستر فندر
ذا جيتار بول ريد سميث بي ار اس 59. كل دول مصنعين مشهورين للجيتار, ودي جيتارات مستعملة كلها طبعا وبتبقى غالية. طبعا الجيتارات اللي هي بيسموها فينتج جيتارز او الجيتارات القديمة, ده بيرنز جاز 1962. لهواة الآثار بانجو جيبسون. جيبسون عاملة بانجو. البانجو ده بيستعمل في المزيكا الفولك, الصوت المشهور اللي احنا بنسمعه رعاة البقر هما بيغنوا, صوته عالي. Very loud. Oh yeah, that's I'm playing being gentle with it. You really. بيقول صوته عالي قوي. You don't need an amp. أنا بقول أنت مش محتاج amplifier. أيوة مش محتاج. Wow. ده جيتار من بيفي. الجيتار معمول بطريقة جميلة جدا, ان الشنطة بتاعته فيها الامبليفاير, فده معمول للناس بتوع الترحال او الناس اللي بتعمل عروض في الشارع, فهو معاه الامبليفاير في شنطة الجيتار, او ممكن حتى كمان تتمرن عليه. فالجيتار الالكتريك ومعاه الشنطة فيها الامبليفاير. فكرة 3 ريال جيتار بجنيه لقطة. جيتار لقطة تاني ب15 جنيه, وده جيتار انكور. طبعا الجيتار الانكور بيبقى تايواني, بيبقى كوري, ده تايواني. طبعا الاوتار بتبقى عالية شوية عن المسطرة, في ناس بتحب الاوتار بتبقى عالية شوية عن المسطرة, ولكن في الكلاسيك انا ما بحبهاش كده خالص. الصين قادمة يا جماعة, الصين قادمة. سمعة الجيتارات الصيني لازالت حتى الان مش كويسة, ولكن انا لقيت في المعرض الجيتارات ديت من الجيتارات الاكوستيك. ده جيتار ليفت هاندد, يعني الناس اللي ليها ايد شمال بتعزف بيد الشمال. الجيتار بصراحة او شفت مجموعة الجيتارات ديت التصنيع بتاعها, انا تصورت انه تصنيع اوروبي, واحد مثلا عامله هاند ميد من المنطقة مثلا. شوف حتى الاكشن بتاعته واطية ازاي, اللي هو ارتفاع الاوتار عن المسطرة. جيتارات تصنيعها ممتاز جدا, ولكن الرينج بتاعها بيبدأ من حوالي 3-4000 جنيه مصري إلى 5-6000 جنيه مصري. فالصين قادمة, والتصنيع بتاعها في منتهى الجمال دلوقتي, بس مش كل حاجة صيني تقدر تشتري بيها. ولكن أعتقد في خلال السنين الجاية الصين هتقتحم جيتارات العالم كلها بتصنيع في منتهى الجودة. جيتارات في منتهى الجمال, فعلا مثيرة للدهشة. حتى كمان المايكات اللي فيها متركبة, في مايكات فيشمان مشهورة طبعا, مايكات الفيشمان. جيتار ممتاز جدا, وسعره بالنسبة للجيتارات اللي بتنتج في الغرب رخيص جدا بالنسبة للغرب, يعني حوالي نص الثمن الجيتارات اللي بتنتج في الغرب. شوف الجيتار ده, شوف التقفيل بتاعه, شوف المسطرة بتاعته وتقفلها من الجناب, ممتاز. شوف ارتفاع الاوتار عن المسطرة, والخشب جودته, تخديم الخشب جميل جدا, ممتاز. المكنة بتاعته ممتازة. شوف حتى كمان المسطرة والانلاي بتاعها, بيسموه الحاجات اللي هي الصدف, شغل الصدف اللي بيبقى على المسطرة. الجيتارات طبعا بتبقى لو انتجت في الغرب بتبقى غالية جدا. شوف حروف المسطرة نفسها, والفريتس كلها اقل من حروف المسطرة, ده معناه ان الفريتس نفسها اتخدمت عليها بعد ما تركبت في المسطرة. شوف الحرف بتاعه, الصدف ممتاز جدا. ده جيتار غريب الشكل, ربابة جيتار, ربابة ربابة, حاجة زي البالالايكا او المندولين, او ميكس ما بين المندولين والبالالايكا والجيتار. 12 وتر. دي زبطات المايكات بتاعت جيتار معروف جدا الهوهنر, وبيقولك انت التنويعة الصوتية اللي تقدر تطلعها من المفتاح بس بتاع المايكات. ده جيتار مشهور جدا, دان الكترو. دان الكترو ده تصنيع كوري,
وهو من الجيتارات الرخيصة، وعامل موديلات حتى بناتي كمان، يعني تلاقي فيه اللون البامبي واللون الزهري والوردي والأزرق الفاتح. ده فندر بوليت، جيتار ممتاز الفندر. هو ميكس ما بين التليكاستر والستراتوكاستر. المكنة بتاعته أصلي فندر، فندر جاكوار. بصراحة عزفت عليه جيتار ممتاز، جيتار جميل جدا الجاكوار. جيتار ياماها تقليد ليس بول، جريتش جيتار المشهور بالمايكات بتاعته بالشكل بتاعها المعروف. دي جيتارات ايبيفون واس اي. ايبيفون دي تقليد للجيبسون، بتنتجها شركة جيبسون ولكن هي النوع الرخيص منه. واس اي بي ار اس بول ريد سميث مشهور جدا طبعا الماركة ديت، فبيعمل النسخة الرخيصة منه اسمها اس اي او بي ار اس، انما بي ار اس بول ريد سميث. ايبانيز من الجيتارات المعروفة جدا عالميا. دي الرسمة على المسطرة بالبلاستيك دوت او اللي هو الصدف دوت على شكل السمك القرش، سنان سمك القرش، ده معروف جدا. بصراحة موديلات الإيبانيز ممتازة جدا. ده الموديل الار جي المعروف من إيبانيز، موديل ناجح جدا 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 في الجيتار، وأنا شخصيا عندي واحد منه. تقليد للاس جي، الجيتار الجيبسون اس جي من إيبانيز، وده تقليد لجيتار العازف المشهور براين ماي بتاع فريق كوين. حتى النوع بتاعه اسمه براين ماي باسمه. الجيتار ده على فكرة براين ماي عمله في البيت هو وباباه، يعني هو والده وهو تينيجر عملوا الجيتار ده في البيت ولازال بيعزف بيه حتى الآن. هواة الإيبانيز، إيبانيز بصراحة شركة عملت كل أنواع الجيتارات. ده تقليد للإس جي الليس بول اس جي بالكواليتي بتاعت ايبانيز، كواليتي عالية جدا من ايبانيز، من اكبر شركات الجيتار في العالم، تنتج جيتارات ليد وبيز. ده نوع للجاز، فليه علبة صوتية واس هول، نوع من الاس هول جيتار او فتحة الاس. فالجيتار بيبقى ميكس ما بين الجيتار الاكوستيك وما بين الجيتار الالكتريك، ليه مايكات زي الالكتريك ولكن بيطلع جزء من الصوت اكوستيك برضو، فبيبقى له رنة معينة. اخواننا بتوع الجاز وبتاع السولو بيحبوه قوي. في موديلات مشهورة باسماء عازفين كتار. دخلنا طبعا في البيدلز، بدلات لكل انواع التأثيرات الصوتية اللي انت ممكن تعملها بالجيتار. طبعا حاطين جيتار وحاطين هيدفونز وحاطين امب صغير عشان انت تجرب كل التأثيرات الصوتية بالبيدلز وتشوف البيدل اللي يناسبك. بيدلز بيدلز بيدل الواوا المشهور. دي بورد للبيدل بيسموها بيدل بورد. بيدل بورد عبارة عن لوح خشب عامل زي الدواسة. لوح الخشب دوت بيبقى محطوط عليه البدلات بتاعتك، وانت بتوصل كل البدلات ببعضيها، بتاخد البيدل بورد معاك دوت في الحفلة او في المكان اللي انت بتعزف عليه، بيتحط قدامك
وتحط عليه كل البدلات اللي هي بدل منفصل لكل تأثير صوتي انت عاوزه. أنواع كتيرة من المفاتيح وأنواع كتيرة من الريش والأوتار. لو نلاحظ هنا أوتار الجيتار بتبدأ من 3 جنيه استرليني، أنواع كتيرة من الأوتار وأنواع كتيرة من الريش وألوان وأنواع من المفاتيح. ساعات بتغير المفاتيح بتاعت الجيتار بتاعك لما بتقدم أو لما بيبوظ فيهم حاجة. أجهزة إيقاع، عازف لقى جيتار بول ريد سميث. الجيتار ده غالي جدا وممتاز جدا، من أجمل جيتارات العالم، راسه براس الجيبسون والفندر، دول أكبر 3 مصنعين الجيتارات في العالم. جيتار جميل حتى بيلمع وخفيف. مراته قلقانة طبعا، الراجل ممكن يشتري الجيتار ويمشي بيه 3000 جنيه استرليني. جيتار من الفايبر جلاس، مادة غير خشبية عاملة زي البلاستيك، اتعمل منها جيتار، والجيتار ده رنينه عالي جدا وتصنيعه في منتهى الجودة، حتى كمان هنشوف الاكشن عليه. جيتار ممتاز جدا، دي طفرة جديدة من الجيتارات، شركة عاملة جيتارات من الفايبر جلاس. مصنوع في بريطانيا، صناعة بريطانية. دلوقتي هنسمع صوته صديقنا العازف كونر هيسمعنا صوت الجيتار الفايبر جلاس داوت. كونور عنده 18 سنة، أشوفكم الحلقة الجاية.